السلام عليكم، عدنا للعبة وورد اوف وور كرافت، واليوم عم نعمل اخر ريد. اخر ريد بقي لنا، يا الله يا الله، فيل اوف ايترنال سوروز. طبعا بس حبيت فرجيكم لكم، اول ما تفوت على الريد تفوت من هون دغري وبدك تروح تجاه البوس. هلا فتت بهالثانية انا. اللي بدي فرجيكم اياه انه تخيلوا معي عزيزي المشاهد اللي مش شاهدونا اول مرة، عملنا كل هالريدات من الاول لهون سوا. اي ما كان الكلام اللي طالع لانه احنا بقلب الريد، بس هذا كله عملناه مسجل باليوتيوب بالسلسله سوا لحظه بلحظه، يعني ما في ولا وحده منهم راحت على المشاهدين الحمد لله. وحعملناه بنفس طريقه الحلقه هي وبنفس كل شيء، كله بنفس الطريقه اللي هي انه عم نفوت على الريد بدون ما نكون بنعرفه. طبعا نشكر الناس اللي حاولوا يساعدونا انه كيف بتساوي الريد، احيانا في ناس بتحب تساعد او هيك اشياء، ولكن نحن بنقول لهم نذكرهم انه نحن هذا هو المقصود عنا، انه نحن عم نفوت على ريد ما بنعرفه، مشان اذا واحد مثلنا كيف يحس الشعور، كيف يصير معه، كيف ممكن يتعامل، يعني هالاوضاع هي كلها. بقى هي الخطه او هذا هو الهدف من هال سلسلة الريدات هاي اللي احنا فيها. طبعا هلا احنا هاي اخر سلسلة ريدات اللي هي عبارة عن اربع اجزاء، اللي بدنا نقوله انه يعني شو هاد الارض، انه هي اصعب ما يعني اصعب نوع، ما عاد في اصعب منها. خلاص هاي النهاية، هاي نهاية رحلة البي في اي. شو هاي المي بس والله المنظر حلو، متحسنين بليزرد، متحسنين او مو، لا مو بليزرد، بليزرد دائما مناح، بس لعبة الورد اوف وور كرافت متحسنين بهالمنطقة. هي عجبتني الالوان، ما بعرف اذا حدا من المشاهدين معي بهالفكرة، بس والله حلو شكل المي المعمولة هون. ليك هونيك يعني منيحة حلوة. تعالوا نشوف السقف، او هذا هو الوحش اللي بنقاتله، اميرسس. وين الريد واقف؟ ليش الريد متوزع كتير؟ هذا شو؟ هذا شو؟ هذا شو؟ يلا معناتها لازم نتوزع حواليه. تعالوا نكبس عليه هيك. طبعا بالنسبة لللوتات 528 هذا اللي بينزل هذا البوس، عنده هيد رهيبة. أي شيء بينزله إذا نزلنا، يعني طبعا أي شيء بيصير ينزلنا بكل هالريد أكيد نستعمله، بكل هال شو بسموها هالريدات الباقية يعني باللعبة. وبلشت المعركة، بلشت. حاستعمل كل شيء عندي بشكل سريع، بس هي انا حاطط لها، اي حطيتها هون صح، هي انا ما حاطها لانه مثل ما بتعرفوا متى ما خلصنا بي في اي خلاص ما عاد نستعملهم هالشغلات. بي في اي هي رحلتها اقصر حتكون من البي في بي بالوقت الحالي. وهلا فريقنا استعمل كل شيء عنده، حستعمل والله هذا كمان انا التيرور جارد. وعم شوف على الارض في بعض الشغلات المائية، لا عم حاول اتفاداها. عم لاحظ انه طاقة البوس خلصت تقريبا، بس هذا لا يعني انه واحد يموت، هذا يعني انه ممكن هي تكون الفيز 1 تبعه او المرحلة الأولى من علقة البوس. ما علينا، ساعتنا عم نضرب. عم يطلع لك هون الشغلات، اعمل سويرل، هي مثل الانفجارات هدول اللي عم بيطلعوا. نضربه كمان هيك ضربات شوي. والله هلا هذا اول فيز شكله مات خلص. شوف هلا شو بده يصير. اميرسوس سبليتس، هلا هو اميرسوس حيصير عبارة عن يمكن قطع او شيء، تمام حيصير قطع. بدنا نحاول يمكن نقتلهم كلهم او نضغطهم كلهم سوا. هي نعمل على هي هيك سول سواب، وعلى هي ونضغطها كمان. وفي وحدة هون مرقت كأنه، لا هدول التقطن هيك، في وحدة هون يعني هذا العدد اللي قدرنا نخلصه بهالجهة. نحن هلا بده يرجع يتشكل، توقع بقى حسب قد ايه روحت له بيرجع طاقته. تمام بدنا نضل يمكن نقتله نروح له نقتله. انا يعني شايفين انا اول مرة فوت على البوس، ما بعرف اذا حيصير شيء لسه، بس هي السحور تول سويرل سبليتس وريفورم منها هي الشغلات كلها الواضحة. هي اهم شيء ما توقف جنبهم بينفجروا هدول بعتقد. بقى هذا البوس بدك تضل تقتله، بعد ما تقتله بيتحول لكذا جزء، وبدك تقتل اجزاء وهكذا لغايه ما تخلص طاقته كلها، يصير ما يقدر يتشكل، يعني هي هي الفكره. هيك خد هاي وهي وهي. حلو ارقامنا، لاحظوا 92000 عم تمرق، عم تمرق في مرق 92000 بدوت من الدوتات. كثير كتير.
بعرف انه في كلاسات باللعبة بتعمل ارقام اعلى من هي بكتير، ولكن انت عم تحكي عن 92,000 غير الخمس دوتات المحطوطة. نرجع مرة تانية هلأ هون نفس الموضوع. يلا يلا وعلى هاي كمان وعلى هاي كمان وهي راحت وهي راحت. حلو خلصنا أربعة فريقنا اللي هون، احنا بس 2 دي بي اس وهيلر. صار تقريبا نص طاقة، طبعا بيخسر منيح. نركزه مرة تانية وهيك وهيك. وهيك نضل ده يعني ضاغطين بأقصى طاقة في عنا. وهيك ودع يعني اتوقع يمكن مرة كمان ما بتقدر، هي بتكفي. نشوف بيكون عم نخلص هدول. هدول ما بعرف شو وضعهم بالضبط، هدول يمكن الهيلر بده يهيلون. ايه عكس عكاس يعني. هونيك في وحدة ماتت بجهتنا، ما عاد في بلوبس وهدول الأشياء. وبيش طاقته؟ ها بس بجهتنا ما عم بيطلع من هدول، ما اعرف اذا ما عاد يطلعوا نهائيا ولا يمكن يطلعوا. هلا بنكتشف هالشي. بس هلا البوس بقى بهالمرحلة هي معناتها صار بتوقع سهل، الا اذا في شي مفاجآت بتتصير. نطاقته صارت يعني فعليا قليلة. هدول انفجروا؟ بيتحركوا كمان. بنتحرك اذا هن بيتحركوا احنا بنتحرك. ومات هلا مفروض يرجع بيتحول. هعمل بوابة لهديك المنطقة ساعدهم اذا بدهم مساعدة. هلا نشوف. لا اجا هون شي. هلا نشوف اجا. حاول نقتل هاي وهاي وهاي. خلاص مات البوس مفروض. لا ريفورم كمان مرة قليل كتير مفروض. يعني جهتنا رحنا ما بعرف، عم بحس انه ما عاد في، عم نقتل كل شي، عم بزيد معنا وقت كمان. هلا انا فيني اروح على الجهة التانية وخلاص، بس بما انه قطعنا كل هالوقت خلاص ما عاد في داعي نغير، خلينا على نفس الخطة. فيني اروح من البوابة لهنيك يعني. بس تعالوا نحط لكم الخريطة، شايفين الخريطة؟ شوفوا الريد كيف متوزع على شكل دائرة كاملة. لحنا والله الريد منظم. شايف وين في وين في؟ ندور على شيء ما عم بلاقي. ما في، ما مات لسه؟ مات. اوه يا ولد يا ولد يا ولد، هيد جديدة نزلنا الهيد 528. 500 احسن من الهيد اللي عندنا. طبعا اللي عندنا هي بي في بي، بس انه هي احسن بكتب منيح. بس تعالوا نشوف بشكل عام 28,000 بدون ما احط لها الغراض او الميتايات بيصير اكتر. مرة تانية بس اتأكد الرقم قديش. 28,119 كسبيل باور عم بحكي. 28,131 معناتها حألبسها فورا. ودخلنا لقصة، دخلنا لقصة. تعالوا نشوف القصة سوا. نفتح الباب. هذا شكله مثل منجم، وهي عمال جوبلينز او هدول صغار. انه مثل النومز تبع الالاينس بس ملوثين. وانفتح الباب اللي جوا جوا. هل احنا طلعنا من هالباب ولا هل هذا الباب اللي احنا بدنا نروح عليه
هذا الشيء. ولاحظوا شو صار وقت انفتح الباب، كل العمال تحولوا لكائنات شريرة. هذا الشكل الشيء اللي صار. بعد شوفوا قديش على اساس في شر وطاقة مظلمة جوا بهذا المنجم. حتى المنجم كله صار دخلته مرعبة. واحد بيقول نو نو. ايوه صار في وحش جديد، هذا صديقنا صار. الشباب ما بيعرفوا القصة، عاملينها صاروا مليون مرة، انا اول مرة مشان هيك ما سمعوها، انا الوحيد اللي سمعتها، مشان هيك دخلوا القصتين ببعض. هلا بكل الاحوال تعال نحط هاي هون، كل الاحوال اللي احنا هلا صار في عنا هيد جديد منيحة، بس بقي انا نحط له طبعا ميتا وجيم، بس ما عندي جيمات. فرجيني انتلكت وبي في بي باور، انتلكت وماستري، هاي ريد ويلو، بدنا شي لبلو. ما عندي جيم لبلو يا شباب، انا ماشي وعم بحكي، عندي جيم للاوكشن والله مرة الجاي. هاي وين بس حطيتها؟ شوف الدراج اللي كلها اللي عم يطلعها. هوب هوب، هذا شو؟ تعال ممكن استعملك. وين لك؟ هحط الهيد هون، شيل الكريتيكال، حط محله. فرجيني الهيت قديش اخلص من الهيت يا ترى، ولا لا هحط، يلا هاخلص من الهيت بعدين برجع برتب الغلط كلها. فرجيني الهيت مشي حاله، ايه يعني بقيان الهيت 0.14%، 0.14%، شي رقم كتير قليل، ما بيهمنا، بكفي الاشي اللي هون. تعالوا نصلح كمان، بس بدنا جيم، وهذا ما بعتقد فينا. هاي شو؟ اكل، تمام، عازميننا الشباب على اكل، اكل في سمك مع ليمون. ما بعرف شو، عم بحاول اشوف، هذا اكل صيني تقريبا، هذا اللي عامل الاكل، سفرة الاكل هو باندا. ووصلنا للمنطقة، وفي بوس هون اسمه The Fallen Protectors، هن هدول The Fallen Protectors، أكتر من شخص. دغري فتحوا لنا اللوت. ليش؟ شولدرات، شو شكلهم صحيح شولدرات؟ أوه هيك شكلهم. طيب، أو عنده شيست كمان، أو عنده بوت كمان، أو عنده خاتم كمان، خاتم ممتاز. بالنسبة للهيت شو شكلها بس اللي عنا اياها نحن؟ هيك شكلها، ما كتير قريب من الشي اللي عنا اياه، بس يعني احنا ما عم نحب نلبس هيد كتير. بس هلا هاي الهيد على ميتا مرتبة، خصوصا الميتا الهيد القديمة حاطة عليها ميتا بي في بي، انا اذا بتتذكروا شوفوها، حاطة عليها هاي الميتا اللي بتعطيك 675 بي في بي باور، 775 بي في بي ريزيلينس، وهي الميتا بتاخدها من 1000 كونكويست بوينت. بينما انا هلا يعني الجديدة بصير دغري بحط عليها الانتلكت مع 3% انكريس دامج. عم نستنى اللاعب ال25 ما كان يجي. أين أنت يا لاعب يا 25؟ عم بيقولوا ريدي، عم بيفكروا يفوتوا. طبعا نشوف في شي ديدلي، في شي امبورتنت هون، روكس اند ستون سن. هاي يلا خطة، بس ما بيأثر كثير، لا نشوف بالمباراة كيف حتصير لسه. طبعا بلشنا بكل حماس وحيوية نضربهم، حاول انا اعمل شوية دمج على اثنين سوا هدول، والريت كله عم بيضرب بقوة، هي طاقتهم محطوطة على جنب. نضرب هي هيك، في واحد ورا وينه؟
هضرب عليه شوية دوتات كمان، ليش لا؟ وهي هيك انسحبت، سحبني وعم يضربني الزوبعة تبعه. نرجع نركز على هاد، نضرب هاي، نرجع لعند هاد. انا طبعا اللي عم ساويه عم شوف هذا الميج شو عم بيضرب، عم بيضرب مثله مبدئيا، هاي الخطة اللي عم ساويها، بس يبدو انه يعني كأنه من ناقص طاقات كلها قد بعض تقريبا تقريبا، هيك فهمت. هذا خالص، هذا وينه؟ ليكو بيلد هونيك واقف. تمام، هذا مات هلا. يلا مات هاد. تمام، يعني فعليا وقت هداك يقسم هدول الثلاثة بدنا نجيبهم، بس المشكلة الغرفة كتير كبيرة وبيروحوا لأماكن بعيدة. نحطهم بوابة في حال بعدنا. اي هذا ما هلا بده ينقسم لثلاثة بتوقع، او يعني يجيب ثلاثة. نضل مركزين على هاد. نضرب كمان على هاي وهات كمان، ده مش على الكل. هون شايف في ضغط منيح، يمكن بدنا يصيروا كلهم قليلين بنفس الوقت. هلا ببين معي من الريد شو حيساوي. طاقات الريد تبعنا كلها قليلة على فكرة، هعبي انا شوية طاقة وحنحط على هذا التوتات. انا واحد ميت فقط، طاقته كبيرة كتير لسه، وهيك هيك هيك. هذا بعيد كتير كالعادة. عنا اتنين ميتين بالوقت الحالي بالريت. هذا قرب يعني. هي تبع ال بدنا نرجع نحط هاي في حال هاد اللي ما تعيشوا يستفيد منها. حاول نضرب هاد، طاقته كبيرة شوي، حط عليه كل شيء. يمكن رجعوا جابوا الثلاثة الصغار. لا بنشوف، لا ما جابوهم. نضرب اللي حاطين الفريق تبعنا عليه إشارة السكال أو الجمجمة، وفي مثل شي ريت كله ركض على النص، حأركض عليه أنا. بعتقد هي مثل فقاعة بتحمينا، ححط اي او اي على الأرض. شي حلو، شي جميل، علقة حلوة يعني. لاحظوا اي حدا لو ضل برات هي كان مات اتوقع. حط هيك هالشغلات عليه. وعلى هاد كمان. نضل عم نضربه لأنه الريت تبعنا حط عليه سكال، معناتها هاد هو التارجت. خلص، ما في تفكير.
شاطر. هدول بقى الثلاثة اللي بيطلعوا. ناخد هاي وهاي. هذا شكله حينفجر. عم بيطلع منه شغلات حمراء. هذا عم حاول نقضي عليه علقة كبيرة. والله ما سهل بنوب. استعمل بي او بي هذا اللاعب. Blessing of protection. نقضي على هاي. ماتت ماتت. وهذا كمان حيموت. تعال نحط عليه كم دوت ونضربه ضربة سريعة. خذ هاي 16 هي ضربة سريعة. تجي مثل صاروخ صغير. جمجمة. نحاول نعمل هيك. نعمل هيك. هذا هيك كله تمام. كله عليه دمج. بس صفيان نقتل اللي عليه سكال وخلص. بدنا نركز على حدا تاني. فرقها شلون بنطوت. عنده ميزة التنقل بشكل خيالي. نحاول نقلب من واحد لواحد. وهيك نحاول نركز على هذا. اتوقع لاحظوا هدول طاقتهم صارت قليلة. ما عاد في غير هاد. ثلاثي مرح. هدول ثلاثي مرح. ونعمل هيك. نحاول نعمل هيك. خبا بقلب هالقوقعة. بتوقع انا بقلب هاي في الدقيقة وي كان هذيك مرة بس هلا ما اجى حدا. في شوي عنا اثنين موتى. واحد دمج وواحد هيلر. فيني انا عايش واستعمل الريزنج على واحد منهم بس يعني. كمان اي او اي هون واي او اي كمان. نرجع نكمل على هاد. نبلش ضرب. وحلو كلام سليم وجميل جدا. وهي كمان. نضل مكملين. نكمل على هاي. نكمل على هاد شوي. كل طاقتهم صارت قليلة كأنه. حاول نركز على الجمجمة هلا اللي عم بي عم نضربها. فرينا عم بيقول استعمل هيروزم. حنزل الدارك تيرور على الساحة. في عنا واحد ميت بس واحد ما بيأثر. وضع خطر. لازم يموتوا كلهم سوا. لازم هذا اللي أكثر شيء ركز عليه. ركز 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 ركز. ضربوا كل شيء عندي.
يلا 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 يلا، لازم نموت هلا. هاد الريد ما عم يضربوا على فكرة كثير، حاسس الدمج عليه قليل. مات، ماتوا كلهم سوا بتوقع. بتوقع تمام. مشي الحال صح؟ رأيي هاي يلا خلاص خلاص. اتوقع اول مرة قتلناهم كان في واحد يعني ميت بكير شوي، مشان هيك رجع عاش لي الواحد. بس هذا اللي عاش كمان، ما عم نقدر نقتلهم سوا. ما له سهل الموضوع. استعمل ترينكت بس قريبة قريبة. هي السول سواب على هاد، ركز انا على هاد لانه الريت كله عم بيركز على السكال. يلا يلا ما بيموت هاد. هاد رجع عاش. لا لحظة، لازم يموتوا كلياتهم سوا. معقول نعمل وايب بعد كل هاد؟ هلا بنشوف. هحاول اعمل ريز لهذا اللاعب اذا مشي الحال، انه ناقصنا دمج زيادة. استعملتها؟ ما استعملتها عليه. مشي الحال. مش اوه بعد كل هالعذاب نزلنا ايتم تاني. يا سلام يا سلام يا سلام، وفيه هيت. ايوه شولدرات شولدرات. احنا تبعنا او السياسة السريعة 28465، واذا عملنا هيك 28434. حلو، معناتها هاد احسن لانه هاد لسه فيه 2 سوكت. بدنا نحطهم. طيب الريد طبعا شكله لسه ما خلص، بس الحلقه طولت كثير، صار لازم تخلص. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالريد العظيم المجنون هذا اللي فيه كثير علقات طويله. هالعلقه كانت رهيبه، حلوه كانت والله بصراحه، مو سهل بنوب. جبنا ايتمين جداد بهالحلقه، 528 اي ليفل تبعهم عالي جدا بالنسبه لشو عنا نحن، يعني اعلى من كل شيء عنا فعليا. يعني وهذا كان كل شيء اليوم، اتمنى تكونوا استمتعتوا. طبعا اذا انتم بتحبوا لعبه واو بنذكركم مثل العاده تلحقونا، يعني اذا حابين تشوفوا مقاطع اكثر تنزلوا لتحت انو سبسكرايب وتدعموا السلسله مشان تكمل اكثر، انه تعملوا لها لايك ومفضله وشير، تقولوا لاصحابكم عليها كمان وهيك اشياء، وتلحقونا على الروابط اللي عم تطلع قدامكم موجوده بالدسكربشن للتواصل معي ومع القناه واي شغلات جديده ممكن تصير، اللي هي روابط طبعا فيسبوك تويتر جوجل بلس الى اخره. كان معكم عمر او 1جنجن 1، ومع السلامه.